معنا مباشرة على الخط علي عاشور مدرب فريق الرفاع البحريني اللي كينتظروا ماتش نوعا ما سهل أمام أرصيد الصومالية. علي عاشور مساء النور كابتن. مساء النور، مرحبا فيكم، مرحبا للمستمعين في الراديو. مرحبا بك علي عاشور. شو يمكن نقوله على الفوز ديالكم الأول على فريق الاتحاد طنجة؟ يمكن الكثير لم يكن يتوقع يعني الدور ديال فريق اتحاد طنجة والحضور كذلك ديال فريق الرفاع البحريني. الحمد لله رب العالمين، هذا الفوز جاء من جهود اللاعبين في ملعب المباراة، والحمد لله كرة القدم دائما فيها المفاجآت، دائما فيها الحضور القوي والتركيز العالي أثناء 90 دقيقة. الحمد لله اللاعبين كانوا جاهزين للمباراة وكانت عندهم رغبة كبيرة في الفوز، وبعض الأمور الفنية والتكتيكية اللي ساعدتنا أثناء المباراة في الشوط الثاني الحمد لله. سبقتي في المؤتمر الصحفي اللي سبق المقابلة قلتي أن الفريق طنجة كتاب مفتوح، وإحنا غنعرفوا درسنا وعرفنا القوة ديالو والضعف ديالو وغادي ننتصروا في المقابلة، فبالتالي كان لكم هادشي بهاد السهولة كان كتاب مفتوح؟ والله كلمة كتاب مفتوح كلمة مبالغ فيها، لم أذكر هذه الكلمتين، ولكن كنا مستعدين لفريق اتحاد طنجة أمانة، كنا عارفين نقاط قوتهم، وهذه كرة القدم في الحقيقة، أن كرة القدم لما بتلعب أمام أي فريق يجب أن تعرف مصادر القوة للفريق المنافس وفي نفس أيضا نقاط الضعف في الفريق المنافس. فالحمد لله كنا الفترة الأخيرة نتابع فريق اتحاد طنجة وحصلنا العديد من المعلومات عنهم، خاصة أنهم في معسكر تركيا لعبوا بعض المباريات مع فرق إحنا قريبين منها، خاصة فريق المحرق البحريني، خاصة مع فريق الشيحانية القطري وأيضا بعض الفرق التركية. فأثناء هذه التحضيرات استطعنا جمع العديد من المعلومات والحمد لله اشتغلنا عليها في التدريبات وأوقفنا مصادر الخطورة. نعم كنا محظوظين أن المهاجم الليبي صالح الطاهر لم يشارك في المباراة لأنه مهاجم مميز، ولكن استطعنا إيقاف الجناح الأيسر رقم 11 وعطينا اللاعبين تعليمات لما خاصة لما يستلم الكرات في ظهر الدفاع خلف المدافعين كيفية التعامل معه وكيفية التصرف، والحمد لله رب العالمين. نعم كان عندهم هناك بعض النقاط السلبية أنهما فريق يحب يلعب كرة قدم ويفتح الملعب خاصة من الأظهر ومن الأطراف، فإحنا كنا مستعدين عند كسب الكرة وقطع الكرة الانقطاع السريع على عمق المدافعين، والحمد لله توفقنا من رب العالمين. نعم الماتش أمام أرصيد الصومالي يمكن نعتبره سهل، يبدو سهلا على الورق، أما أنكم كيفاش غتعاملوا مع الماتش؟ درستوا الخصم أكثر؟ نعم كرة القدم أنا أشوف ما فيها سهل ما فيها صعب، هو الأداء دائما يكون على اللاعبين أثناء 90 دقيقة. احنا على الورق نعم انت بتقول سهل وانا بقول سهل، ولكن في اثناء 90 دقيقه اللاعبين اذا لم يركضوا بالشكل الكافي، اذا لم يطبقوا بالتعليمات، وايضا اذا لم يستغلوا الفرص ولم يكونوا في التركيز الكافي والرغبه في الفوز. الان احنا فريق هورسيد لعب مباراه كبيره كبيره جدا امام فريق الزوراء العراقي من اعظم من عارق الفرق العراقية، وشفنا المباراة ودرسنا نقاط القوة في الفريق، خاصة أن الفريق يتميز بالهجمات المرتدة السريعة ويمتلك خط هجوم سريع جدا جدا، فيجب أن نكون مستعدين للهجمات المرتدة السريعة وفي نفس الوقت أن نكون مركزين أثناء المباراة بشكل عالي وتركيز عالي، لأن الفريق الصومالي غير سهل إذا لم تكن في كامل تركيزك ولياقتك البدنية. نعم أكيد. يعني لحد الآن الحظوظ ديالكم كيفاش كتشوفوها، خصوصا بعد يعني الفوز ديالكم على اتحاد طنجة واحد من أبرز المرشحين المرور في هذا الجروب هذا؟ نعم الحظوظ هي بالتالي الآن أنا أشوفها متساوية لجميع الفرق، بما أن هناك 6 نقاط متاحة والمباراة يوم غد راح تحدد تقريبا 70-80% ملامح الفريق الصاعد. احنا ان شاء الله راح نلعب المباراة الاولى ونحاول بكل قوة وشراسة ان نكسب الـ3 نقاط مع
عنا انني لا اتوقع المباراه تكون سهله، راح تكون مباراه جدا جدا صعبه. فكسبنا 3 نقاط ان شاء الله بكره بعزيمه اللاعبين والرجال في الملعب راح يزيد الضغط على فريق اتحاد طنجة وايضا فريق الزوراء، لان راح نلعب احنا المباراه قبلهم ب6 ساعات. نعم. كنتمنى لكم كامل التوفيق. يعني علي عاشور، نذكر الإطار الوطني البحريني، وموفقين أستاذ علي. شكرا لك وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نجعل جميع الجماهير المغربية اللي تحب وتعشق كرة القدم تستمتع في مباريات بكرة. وشكرا لكم على استضافتكم، وصراحة أنتم المغاربة جعلتمونا جدا سعداء في المغرب، وكاننا احنا موجودين في البحرين. بارك الله فيك، مرحبا بك بلدك الثاني. شكرا لك استاذ علي عاشور، مدرب فريق الرفاع البحريني. بسرعه ناخذ معنا كذلك احمد محمد حسن، رئيس اورسيد الصومالي. سي احمد، مساء النور، مرحبا بك سي احمد. شكرا 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 استاذ، مرحبا بك، انت معنا على موج اذاعه راديو مارس. الحديث على كره القدم الصوماليه، هذه التجربه هذه في هذا الجروب في هذه المجموعه امام اتحاد طنجة، الرفاع البحريني، الزوراء العراقي، يمكن قبل ما نهضروا على الحظوظ ديالكم بعد التجربه كيفاش كتشوفوها، كيف رايتم هذه التجربه في هذه المجموعه؟ اولا اريد ان اشكركم وأقدم الشكر والامتنان للشعب المغربي واتحاد المروك واتحاد العرب لحسن الضيافة والكرامة من لما وصلنا إلى كاسابلانكا دار البيضاء حتى الآن. نادي هورسيد نادي هورسيد الصومالي عاد إلى هذه البطولة بعد 31 عاما. إنه لشرف لي أن أشارك في كأس محمد السادس ويظهر تطور كرة القدم في الصومال. في مباراة الأخيرة مع نادي الزوراء لعبنا بشكل جيد للغاية، مع العلم أن النادي الزوراء هو أكبر وأقوى منا، هو أكبر وأقوى نادي من فريقتنا. فلعبنا كويس، بس البطاقة الحمراء الممنوحة للاعب الهورسيد قد غيرت اللعبة، ولكن الحمد لله نحن سعدنا أن الجميع شاهدوا كيف لعبوا هورسيد في هذا الماتش الأولى، والماتش الثاني إن شاء الله نتمنى الأفضل في مباراة الغد إن شاء الله. نعم، كرة القدم الصومالية باش نقربوا يعني الجمهور المغربي من البطولة الصومالية، كم فريق التباري كذلك الأندية المعروفة عندكم يعني لتقريب الجمهور المغربي من البطولة الصومالية؟ والله عندنا 25 فريق كرة القدم، 10 منهم بريمير ليج يعني سيري أ، و 9 منهم سيري دي، و9 منهم سيري سي. فورسيد نادي ثاني في سيري أ. والغياب على المنافسات الإفريقية، يعني ربما تغيبون كثيرا على المنافسات الإفريقية، كأس الكاف، الكونفدرالية. والله في سنة دي هورسيد يشارك في الكاس محمد السادس، وفي نادي آخر يسمى دكرها يشارك في الكاف، وفي نادي ثالث يسمى مقديشو سيتي، نادي العاصمة الصومال مقديشو العين، هو موجودين في زنزبار ويشاركون في الكاف كونفدريشن كاف. بسبب الحرب الأهلية وحرب حرب لدة الإرهاب، يعني تعاني الصومال من أشياء كثير، فدمرت كل شيء في الصومال. ونحن نتمنى لكم كل الخير. كرة القدم دمروا، بس الحين رجعنا الحمد لله.